احمد عزام محلل اول للاسواق الماليه في مجموعه اكويتي من عمان. مجددا ارحب بك سيد عزام الى هذه المواكبه، وكنت قد سالتك عن ايضا القلق بشان سلامه اكبر اقتصاد في العالم. اذا اردنا يعني ان نوضح، ما هو سقف الدين الامريكي ولماذا يثير القلق في اكبر اقتصاد في العالم؟ الخير مره ثانيه عبد الرحمن. نعم، اعتقد مشكله الدين كما ذكرت مشكله ليست وليده اللحظه، بل هي مشكله مستدامه منذ عام 1960 الى حد اليوم. 78 مره تم رفع سقف الدين في الولايات المتحده الامريكيه. سقف الدين بكل بساطه هو الحد الاقصى للمبالغ الماليه التي يمكن للولايات المتحده الامريكيه الاستدانه للوفاء بالتزاماتها الماليه من الضمان الاجتماعي، التامين الصحي، او العديد حتى من الالتزامات الماليه الفدراليه. بكل تاكيد عندما يكون هناك مؤثرات سلبيه على الاقتصاد الولايات المتحده الامريكيه، فيكون التاثير على الاقتصادات العالميه الاخرى بكل تاكيد وبكل بساطه. السبب الاول لان اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه يعتبر الاقتصاد الاكبر، الاقتصادات الاخرى مرتبطه ارتباط وثيق مع اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه، فاي تاثير سلبي على اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه يكون هناك تاثير على الاقتصادات الكبرى، اقتصادات حتى الدول الناميه. عندما نظر الى المشاكل الاخيره على سبيل المثال عبد الرحمن، الفشل المصرفي في الولايات المتحده الامريكيه، كان هناك مخاوف فورا بان تنتقل العدوى المصرفيه الى البنوك الاخرى، حتى ان لاحظنا انتقال العدوى المصرفيه كانت من الولايات المتحده الامريكيه الى الاتحاد الاوروبي، تحديدا المانيا مع بنك دوتشي بانك. بكل تاكيد فاي تاثير سلبي على اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه يكون هناك مخاوف ان تنتقل العدوى الى الاقتصادات الاخرى. سقف الدين كما ذكرت هي مشكله مستدامه في الولايات المتحده الامريكيه، الوصول الى حلول بين الحزبين وارد جدا كما حصل في المرات الماضيه. تاريخيا دائما ننظر الى التاريخ لمحاوله قراءه المستقبل، عندما ننظر الى التاريخ فالولايات المتحده الامريكيه كانت دائما ما تعاني من سقف الدين، لكن الحلول كانت تصل حتى لو كانت في نهايه المطاف او حتى في صفقه في اللحظات الاخيره. عبر طيب، الرئيس الامريكي يتحدث عن حق قانوني في اللجوء الى الماده الرابعه عشر من الدستور لرفع سقف الديون او الدين، ما هو هذا التعديل الرابع عشر الذي يتحدث عنه الرئيس الامريكي من الدستور المتعلق بالدين، ويقول انه لا سوف لن ياخذ بشروط الجمهوريين؟ نعم عبد الرحمن، قانون رقم 14 في الدستور الولايات المتحده الامريكيه هو مختص بسلامه الدين القومي. عند النظر الى سلامه الدين القومي فالرئيس الامريكي قادر على رفع سقف الدين دون العوده للكونغرس. عبد الرحمن، حاليا الولايات المتحده الامريكيه لرفع سقف الدين يجب مصادقه الكونغرس، يجب الاتفاق مع الكونغرس لرفع سقف الدين ضمن شروط معينه، لكن الماده رقم 14 تتيح للرئيس الامريكي لرفع سقف الدين للالتزام او الوفاء بالمديونيه او حتى رفع المديونيه او الاستدانه بشكل اكبر للايفاء بالتزامات الاقتصاد الولايات المتحده الامريكيه، لكن الاضرار كبيره هنا عبد الرحمن. عندما نتحدث عن استخدام القانون رقم 14 فيمكن رفع قضيه لاي شخص متاثر بموضوع الدين. تاريخيا الولايات المتحده الامريكيه لم تستخدم رقم 14، القانون رقم 14. اكبر عمليه لسقف الدين او المؤثره اكثر او المؤثره بشكل اكبر على اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه كانت في عام 2011، عندما تاخرت الحلول لازمه سقف الدين لعده ايام، مما ادى الى تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الامريكيه، مما ادى الى تاثر الاسهم وعوده الاسهم وانخفاضات الاسهم في تلك الحادثه. بكل تاكيد الولايات المتحده الامريكيه لا تبحث الى الوصول سواء الى تاخير سقف الدين من ناحيه ولا حتى استخدام القانون رقم 14. اود الذكر هنا عبد الرحمن بان جو بايدن قد اجاب ايضا بسؤاله عن رقم 14 او القانون رقم 14 بانه لا يوجد الوقت لاستخدام القانون، بمعنى بطريقه او اخرى ان هناك امكانيه لان تصل الحلول مع الكونغرس في الفتره القادمه حتى لو كانت كما ذكرت صفقة اللحظات الأخيرة. عبد الرحمن، طيب، في حال تعثر الاتفاق على سقف الدين وفشلت الولايات المتحدة في سداد ديونها، ما التأثير على الاقتصاد وأصحاب الثروات أيضا؟ اقتصاديا عندما الحديث عن
عدم الوفاء أو تعثر السداد الديون. بكل تأكيد حادثة 2011 هي حادثة قد تكون مشابهة اقتصاديا، مشابهة تاريخيا عندما ننظر إليها. في 2011 تم تخطيط التصنيف الائتماني لسندات الولايات المتحدة الأمريكية. عند الحديث عن السندات الولايات المتحدة الأمريكية فبكل تأكيد هي الأداة الاستثمارية التصنيف الائتماني عليها، فبكل تأكيد هناك سوف يكون عمليات بيع على السندات، عمليات بيع على الدولار الأمريكي نفسه. لكن على أصحاب الثروات على ما أعتقد عبد الرحمن لن يكون هناك تأثير واضح أو تأثير جلي، لأن التأثير السلبي حتى على الدولار الأمريكي لن يكون تأثير ذو نطاق كبير جدا، لأن حتى لو لم يصل الحلول لسقف الدين لأيام معدودة فبكل تأكيد الاقتصاد الأمريكي لن يراهن على سلامة لفترة زمنية طويلة، خاصة مع العديد من المشاكل الاقتصادية الحالية، التضخم من ناحية، أسعار الفائدة المرتفعة، الفشل المصرفي للبنوك الصغيرة. فعلى ما أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لا يفكر بتجربة سيئة، لكن أود الذكر هنا عبد الرحمن بأن مشكلة سقف الدين قد تكون مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية، مفيدة للإعلام الولايات المتحدة الأمريكية لاستمالة المستثمرين، استمالة المستثمرين إلى مشكلة موجودة في الاقتصاد الأمريكي سقف الدين والبعد عن بيع أسهم البنوك الصغرى التي عانت في الفترة الماضية. فعلى ما أعتقد قد تكون حالة نفسية أكثر من حالة اقتصادية، وحتى أنها صفقة سياسية بالنسبة للكونغرس أكثر من أنها صفقة اقتصادية. عبد الرحمن، الآن إذا أردنا أن نبقى في الشأن الاقتصادي الأمريكي وبالتحديد في أزماته، إلى أي مدى النظام المصرفي الأمريكي سيكون مؤمن أو مؤمن في ظل هذه الربكة الموجودة في الاقتصاد الأمريكي؟ على ما أعتقد الإجابة هم نستعين بجانيت يلن وزيرة الخزانة. عبد الرحمن، جانيت يلن مع اجتماعها مع الرؤساء التنفيذيين مع البنوك الكبرى ذكرت بأن استحواذ البنوك الكبرى على البنوك الصغرى وارد في الفترة القادمة. بكل بساطة الاستحواذ للبنوك الكبرى على البنوك الصغرى يعني أن هناك بعض المخاوف اقتصاديا على إخفاقات فشل مصرفي للبنوك الصغيرة. عند النظر أيضا على البنوك الصغيرة، باك ويست على سبيل المثال اليوم قد باعت جزء من قروضها الموجودة لبنوك أخرى، فبكل تأكيد عندما ننظر إلى البنوك الصغرى فقد تكون مشكلة مستدامة أو مشكلة لفترة زمنية طويلة مع الفوائد المرتفعة. هروب الإيداعات المالية من البنوك الصغرى للبنوك الكبرى كانت مؤثر أساسي لانخفاضات الريجينال بانكس أو انخفاضات أسهم البنوك الصغرى في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى ما أعتقد المشاكل البنكية قد تكون للبنوك الصغرى، لكن البنوك الكبرى على ما أعتقد أنها في مأمن عبد الرحمن للفترة القادمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. البارحة قمة مجموعة السبع اقتتمت في هيروشيما، والأمين العام للأمم المتحدة دعا أيضا الدول الغنية إلى دعم الدول النامية يعني في ملفات كثيرة. هل ستجد هذه الدعوة صدى؟ ويعني ما رأيك، كيف ستتمثل هذه الدعوة أو الاستجابة إليها؟ على ما أعتقد أنها قد تكون دعوة صادرة عبد الرحمن بالنظر إلى وضع الاقتصاد الحالي، فالاقتصادات الكبرى تعاني من تضخم مرتفع. الاقتصادات الكبرى على سبيل المثال المملكة المتحدة تعاني من تضخم 10.1، عند النظر إلى الاتحاد الأوروبي تضخم مرتفع 7%، فوائد مرتفعة أيضا للدول الكبرى 5.25 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لبريطانيا فوائد مرتفعة قد تتجاوز 5% في الفترة القادمة تحديدا 4.5 حاليا. فالأوضاع الاقتصادية بالنسبة للاقتصادات الكبرى على ما أعتقد أنها تعاني من صعوبة في الفترة الحالية، فمساعدة الدول النامية على ما أعتقد بعض الشيء قد تكون صعبة، لكن الاستثمارات المالية للدول الكبرى في الدول النامية وارد جدا. على سبيل المثال هنا الصين قد تكون أحد الدول المستفيدة بشكل كبير جدا في الاستثمارات في الدول النامية، كما قد لاحظنا في الفترات الماضية استثمارات الصين في دول آسيا الصغرى، باكستان على سبيل المثال مع مبادرة حزام واحد طريق واحد، فالصين تتجه باستثمارات مالية بالدول النامية بشكل كبير جدا. فعلى ما أعتقد مساعدة لا يمكن المساعدة، لكن الاستثمار قد يكون أحد السبل أو أحد الطرق لمساعدة الدول النامية في التخارج من الوضع الاقتصادي الصعب. الآن يعني مجموعة السبع أيضا كانت قد تعهدت بتطبيق الحد الأقصى لسعر خام النفط الروسي، ماذا سيؤثر هذا التجديد على الواردات النفطية؟ أم سيبقيها على حالها باعتبار أن العقوبات الغربية فرضت منذ فترة
على روسيا ودخل السوق في صراعات ومشاكل كثيرة حتى وصل إلى هذا الحال الآن؟ مشاكل بالنسبة للعرض والطلب بالنسبة للنفط بالفترة الماضية كبيرة جدا. عند النظر لآخر الأخبار، فالولايات المتحدة الأمريكية سوف تعود لتعبئة مخزون الاستراتيجي في بداية شهر 6 بداية الشهر القادم. فواحدة من الأمور التي تدفع إلى زيادة العرض قد تكون هي صفقة تصالح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مع منظمة أوبك، خاصة بعد تخفيض الإنتاج في الفترة الماضية. تحديدا في روسيا، نعم بكل تأكيد روسيا كانت في الفترة الماضية مع العقوبات الاقتصادية قد حددت سعر النفط التزاماته بأعلى سعر من الدول المشاركة أو المستوردة للنفط الروسي. على ما أعتقد أنها إشارة قد تكون إشارة قوية بالنسبة لتحركات النفط في الفترة القادمة، بغض النظر عن التفاؤل الذي حصل في الفترة الماضية على عودة انفتاحات الاقتصاد الصيني الذي قد يعطي بعض الطلب الأكبر بالنسبة للنفط الخام. لكن عند النظر على التفاؤل مع الاقتصاد الصيني، فأرقام الصين كانت تعتبر أرقام سلبية، حتى أن واردات النفط للصين كانت تعتبر الأقل ب 1.5% عن قراءة الشهر الماضي. فعلى ما أعتقد أن التفاؤل الصيني كان مبالغ فيه، فهذا بكل تأكيد سوف يكون له تأثير بشكل كبير على تحركات النفط في الفترة القادمة من الناحية الروسية من الناحية الصينية، وحتى بكل تأكيد بمفهوم عام بين العرض والطلب على النفط الخام. طيب، أين المنطقة العربية من مشكلة الاقتصاد الأمريكي، من قرارات مجموعة السبع، العلاقة بين روسيا والدول الغربية في هذا الوقت الراهن؟ نعم، نظر بكل تأكيد عبد الرحمن، عند نظر إلى مجموعة السبع، فالاجتماع كان ما يخص جزئيتين، الجزئية الأولى جزئية روسيا والجزئية الأخرى الصين. بكل تأكيد كما تحدثت عبد الرحمن في إشارتك في السؤال الماضي عن وضع النفط الروسي، كان هناك أيضا بعض العقوبات الاقتصادية على الألماس الروسي، فبكل تأكيد زيادة حدة العقوبات الاقتصادية على روسيا كانت مفاعلة في الاجتماع الأخير أو متجه إليها الجي 7 أو الدول السبعة. عند النظر إلى الصين، الإكراه الاقتصادي هي أحد البنود التي قد اطلع عليها مجموعة السبع، نظرا كما ذكرت سابقا أن الصين تنظر إلى الاستثمارات في الدول النامية بشكل كبير، توغل الاقتصاد الروسي، محاولة مزاحمة الاقتصاد الأمريكي. مع أنه حتى بنظر عبد الرحمن إلى مجموعة السبع، بعض الدول أو غالبية الدول السبع هي على شراكة تجارية مع الصين بشكل كبير جدا، فأي ضرر على الاقتصاد الصيني على ما أعتقد سوف يكون له تبعات على الاقتصادات الأخرى، خاصة لو أخذنا المثال الأكبر والمثال الأحدث، التأثر الاقتصادي الروسي كان مؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية. فعلى ما أعتقد أن النظر إلى قرارات الدول السبع، على ما أعتقد مهما كانت تتجه، فعلى ما أعتقد يجب أن يكون هناك حذر شديد من اتخاذ أي قرار من الدول السبع. أختم معك من الذهب الذي يسقط في مسار هابط مجددة، هل يواصل الهبوط برأيك، وكيف ترى المستقبل بالنسبة للمعدن الأصفر؟ نعم عبد الرحمن، عند مناقشة الذهب ومسار الذهب السعري يجب النظر إلى المؤثرات على الذهب. المؤثر الأول هو أسعار الفائدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. اختلاط حاليا الأوراق بين مؤيد لرفع أسعار الفائدة والتوقف لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الشهر القادم، بالرغم من أن جيرام باول رئيس الفيدرالي الأمريكي كان قد ذكر بأن التوقف على عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماع الشهر القادم يعتبر وارد جدا جدا بالنسبة للأرقام الاقتصادية، بما أنه أصلا جيرام باول قد ذكر بأن عمليات الفائدة أو تجديد السياسة النقدية سوف يكون مرهون تماما بالأرقام الاقتصادية كما ذكر data dependent. بينما عند النظر إلى الحالة الأخرى وهي سقف الدين، عند التفاؤل بنهاية عمليات سقف الدين أو نهاية أزمة سقف الدين، فبكل تأكيد هي تعتبر مؤثر سلبي على أداء الذهب، خاصة لأن المستثمرين قد يلجؤون لشهية المخاطرة لتوجه إلى الريسك أون، شراءات المخاطرة والابتعاد بعض الشيء عن ملاذات الآمنة. عبد الرحمن، يوم الجمعة عند توقف المحادثات كانت الأداة التي قد تأثرت بشكل كبير في التداولات هي الذهب، فكان الذهب قد سجل ارتفاعات من مستويات 1950 دولار للأونصة إلى مستويات 1980 في ظل التشاؤم في أزمة سقف الدين.
فعندما يتم حل أزمة سقف الدين قد يكون هي سبب أساسي لتراجعات أو تسجيل تراجعات بعض الشيء للذهب، خاصة بأن الذهب يتداول حاليا أدنى المستويات النفسية 2000 مستويات 1930 قد تكون واردة، كسر مستويات 1930 قد نمر إلى مستويات 1900 بالنسبة لأنصة الذهب، مرتبطة طبعا ارتباط وثيق كما ذكرت بالأحداث الأهم سقف الدين والفائدة. عبد الرحمن أشكرك جزيل الشكر أحمد عزام محلل أول للأسواق أسواق المال في مجموعة إيكوتي عبر الهواء مباشرة من عمان على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا في هذه المواكبة، شكرا لك.